مؤشر بوصلة الحرب في سوريا يتحول من مدينة إلى أخرى، وفي إطار هذا التحول تجد مدن ريف دمشق نفسها في عين العاصفة، ومنها مدينة دوما التي شهدت اشتباكات عنيفة خلفت وراءها العديد من الضحايا. المسعفون حاولوا جهدهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ثم انقضت قذيفة على المكان لتقضي على الضحية والمسعف. التقارير الواردة من هناك تحدثت عن وقوع مجزرة في دوما سقط خلالها العشرات، وتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات عن المسؤولية. إصرار السلطات على حسم المواجهات بريف دمشق تجلى في التعزيزات العسكرية التي تدفعها صوب مختلف بؤر التوتر في المحافظة. فتصاعدت وتيرة العمليات، ولجأ الجيش النظامي إلى سلاح الجو لشن غارات على مواقع المعارضين المسلحين. في إدلب ما تزال المعارك عصية على الحسم، لا سيما في معرة النعمان الخاضعة لسيطرة الجيش الحر. الجيش النظامي يسعى لاستعادة البلدة من المعارضة، فيما يحاول الجيش الحر السيطرة على وادي الضيف لأهميته الاستراتيجية عبر تطبيق تكتيكات الحصار المستمر لتضييق الخناق حول المعسكر مع الاستعانة بكثافة في النيران. وبدأ ذلك في اشتباكات لم تتوقف راحها بين الطرفين، مترافقة مع قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران على كفر روما ومعر شورين. في حلب لم تضع المواجهات أوزارها بعد في حي صلاح الدين، ويستخدم المعارضون بكثافة نيران الرشاشات الثقيلة لوقف تقدم القوات الحكومية، فيما يستعين فريق آخر بقذائف الـ RPG.